يمكن آخر دراسة كانت في 2007، كانت بتتكلم على إنه في قريب 3 مليون، لكن بنقدر نقول إنه النسبة واضح إنه إذا كان على المستويين الحكومي أو اللي بيطلع من جهات أخرى، بالنسبة للاثنين في تصاعد بالنسبة للأعداد الخارج المدارس ضخمة جدا. هناك حوالي 6,900,000 فتاة وفتاة، أي ما نسبته 1 من كل 3 أطفال في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة، كما أن دراسة 12 مليون طفل آخرين ستتقطع بشكل كبير بسبب نقص المعلمين ووضع البنية التحتية. حقيقة ليس هنالك تسرب بالأعداد التي ظهرت في الميديا أو ظهرت في بعض الغنوات. هم زمان اشتغلوا بنظام الربط سيرفي أو الربط المسح السريع، فهو ما بدي نتيجة بتكون حقيقية. الآن نحن شغالين بنظام الإمس بديك نتيجة حقيقية بالضبط، وإن شاء الله حنعرضه للإعلام، ونحن ما بنديس حاجة. إذا كان أصلاً في أي تسرب حاصل، نحن كفيلين بين معانا مع كل الوزارات في الولاية، مع كل المنظمات، مع كل منظمات المجتمع المدني، المنظمات الأجنبية، نتكاتف. ما في النهاية ده التعليم ما عنده علاقة بالسياسة، الناس تجي تقدم فيه عشان في النهاية السودان يمشي بصورة طيبة ويمشي لقدام بإذن الله.